مرة أخرى. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان سامر خير، الباحث في الشؤون الآسيوية والصينية. سيد سامر، في البداية أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن كامالا هاريس في الفلبين ولويد أوستن في إندونيسيا، كيف تقرأ التحركات الأمريكية الحثيثة في هذه المنطقة؟ وطبعا هذه اللقاءات تأتي في إطار النشاط الأمريكي المتزايد في الشهور الأخيرة في منطقة شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. بدأها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما زار المنطقة وأحيا المحادثات التي كانت قائمة قبل سنوات، بين يعني قبل حوالي 15 سنة، بين الولايات المتحدة وكل من الهند وأستراليا واليابان. ثم ها هم المسؤولون الأمريكيين يطوفون المنطقة لعقد لقاءات وأحياء اتفاقيات قديمة، خصوصا مع الفلبين بعد وصول الرئيس الجديد فرديناند ماركوس الإبن إلى سدة الرئاسة. وبذلك تريد الولايات المتحدة أن تقطع مع الفترة الماضية التي كانت الفلبين قد تقاربت فيها مع الصين. لكن المهم هنا أن نلاحظ أن هذه النشاطات الأمريكية تجري بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين جو بايدن وشي جين بين عشية اجتماعات قمة العشرين في جزيرة بالي. نعم سيد سامر، كان هذا ربما هو المحور أو النقطة التي أريد أن أسألك عنها. كيف تقرأ الصين هذه التحركات في محيط نفوذها الإقليمي؟ نعم، إذن المهم أن نفهم من هذه اللقاءات التي ربما تبدو متناقضة، يعني لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني من جهة، ثم الولايات المتحدة تريد إعادة إحياء تحالفاتها العسكرية القديمة في المنطقة، أن الولايات المتحدة في الحقيقة تريد أن تحتوي الصين وأن تفرض قواعد جديدة للتعامل بين هاتين القوتين في شرق آسيا. أولا لأن الولايات المتحدة تخشى من تزايد نفوذ الصين العالمي وتطلعاتها المستقبلية، سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري، خصوصا بعد إعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بين أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة، وهذه أول مرة تحصل في الصين منذ 30 سنة. وأيضا المسألة الثانية أن الولايات المتحدة تريد طمأنة حلفائها، خصوصا تايوان وكوريا الجنوبية والفلبين، من ما تعتبره هذه الدول أطماع الصين في بحر الصين الجنوبي وفي غرب المحيط الهادئ. إذن الطرفين الأمريكي والصيني يريدان أن يفرضا قواعد جديدة للعبة في هذه المنطقة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه نحن مقبلون على احتكاك عسكري بين الصين والولايات المتحدة. أعتقد أنه مسألة الاحتكاك العسكري بعيدة، ما تزال بعيدة. كل ما هنالك أن الولايات المتحدة التي وضعت الصين على رأس سلم اهتماماتها منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2021 تريد أن تفرض قواعد جديدة على الصين، بحيث أنه تمنعها من تحويل نجاحها الاقتصادي الكبير إلى نفوذ عسكري وسياسي متزايد في العالم. إذن أنت ترى أن ملف الأمن في بحر الصين الجنوبي ربما هو الأولوية الآن بالنسبة للولايات المتحدة في أن تعززه وليس الملف الاقتصادي؟ لا، هو في الحقيقة الأولوية هي الملف الاقتصادي، لكن تريد الولايات المتحدة أن تجعل الملف الاقتصادي تحت تهديد القوى العسكرية. لأنه في الحقيقة الولايات المتحدة ليست جادة في موضوع تايوان. لو كانت الولايات المتحدة جادة في موضوع تايوان لا استغلت المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي نفذتها بكين في الصيف عقب زيارة رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، لا استغلتها لإشعال المعركة مع الصين تهدد فيها قوتها العسكرية. لكن كل ما هنالك الولايات المتحدة تفرض نمط جديد من التواجد العسكري في غرب المحيط الهادئ، لكي تقول للصين أنه تواصل مسيرتها السابقة التي تركز على الملف الاقتصادي فقط. والولايات المتحدة لم تمانع أبدا بنجاح الصين التجاري، بالعكس العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ظلت علاقات مزدهرة على مدار سنوات طويلة. الآن ما يمكن فهمه من سلوك الولايات المتحدة أنها تخشى أن الصين تسعى إلى تغيير النظام العالمي القائم منذ الحرب الباردة. نعم. القائم على أحادية الغربية الأمريكية، فهي تسارع لفرض قواعد جديدة للعبة السياسية في العالم وفي شرق آسيا تحديدا، لكي تحافظ على النظام العالمي القائم الذي تتزعمه بشكل مريح منذ أكثر من 30 سنة. شكرا سامر خير من العاصمة الأردنية عمان، الباحث في الشؤون الآسيوية والصينية، شكرا جزيلا لك.